يعني التصوير له محددات واضحة زي وصريحة، ايه يا دكتور محمد؟ عدم المساس بالغطاء الشجري الله أو إن إحنا حلو. نحافظ على الغطاء الشجري الموجود داخل الحديقة، ده مهم جدا. والمشروع ده زي ما حضرتك كده كلمتنا فعلا سنتك من سنة، إحنا كنا بندرس فيه من حوالي سنة ونص، قلنا سنة ونص دلوقتي محل الدراسة، والمشروع ده تم يعني دراسته بجميع المتخصصين في مصر، وتم الاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة في تصميم حدائق الحيوان، ولهم سابق خبرة في ان هم طوروا حديقة لندن اللي هي نفس الحقبة التاريخية تقريبا اللي انشئت فيها حديقة صحيح الجيزة. هم الناس دول اللي طوروها وحافظوا على عضويتهم في الاتحاد الدولي، مرة يعني لندن ما زالت عضو في الاتحاد الدولي رغم انها انشئت معانا، بس هم طوروا نفسهم في بعض متطلبات الاتحاد الدولي. احنا كنا واقفين محلك سر، فجه وقت التطوير، وبنشكر الدولة انها طبعا يعني وافقت على هذا المشروع لان ده جزء من تاريخ مصر، واحنا شايفين مصر بتنهض، يعني بتنهض في كل المجالات، طرق، مشروعات استثماريه، مصانع، فبرضه حديقه الحيوان كجزء من تاريخنا. يعني احنا بنشكر الدوله طبعا انها وافقوا على هذا المشروع والتطوير، وان شاء الله ينفذ كما يعني نتمنى، ونكون عند حسن ظن المصريين ان شاء الله تعود الحديقه الى سابق مقعدها وعضويتها داخل الاتحاد الدولي اللي هي كانت ثاني حديقة في العالم من حيث الإنشاء.